لا وإن من وافقنا خالف عدونا. إذا ما يخالف العدو فهذا زنديق، هذا ملحد، هذا كافر، هذا ناصبي. شوف الصراحة مو كلامي، عندما أقول الخميني زنديق ملحد كافر ناصبي مو كلامي هذا. إذا من كلمات الناصبي صلوات الله عليه. عندما أقول الطباطبائي صاحب الميزان زنديق ملحد ناصبي كافر مو كلامي، إذا من الأحاديث الشريفة. هو لعنة الله عليه الطباطبائي يصرح يقول لا أحد يتمكن أن يكتب سطرا واحدا من سطور ابن العربي. يعني ما يعتبر عالم إسلامي فقط، وإنما يعتبر فوق فوق فوق، ولا عالم إسلامي يتمكن حتى يكتب سطر من سطوره. إن شاء الله كل ذن التصاريح مع مصادرها إن شاء الله نذكرها في الأسابيع القادمة بعد انتهائنا من المقدمات. والله ما جعل الله لأحد خيارة في اتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا. الحديث الأخير اليوم وبدون تعليق لأن الوقت ضايقنا بشدة، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا. العروة اليد اللي فرد واحد يتمسك به حتى ينجو من الغرق في البحر. شوفوا، كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا. هذا اللي يتمسك بكتب ابن العربي، يتمسك بكتب الملا صدرة، هذا مو مشكلة، خلي يتمسك. أما لا يقول أنا الشيعي، خلي يكون صريح مع نفسه ومع الناس، يقول أنا زنديق ملحد كافر ناصبي، وخلي يتمسك بأي شيرات من ابن العربي ومن الملا صدرة. خلي يتمسك بكتبهم أو خلي يتمسك بأساف الأعضاء، هي مو مشكلة، بس لا يقول عن الشيعة، لا يقول عن الشيعة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله.